علاش المراه ما تخرج تفرج؟ ياك عندنا كاين الحقوق ديال المراه. اييه المساواه. لا انا كونت هذه الكلمه ديال المساواه. لا هذا موضوع اخر. خلينا انا نقول لك الراجل كيبقى راجل والمراه كتبقى مراه. اه ولكن بزاف النساء كيطالبوا بالمساواه. لا مشرعه في القران الرجال رجال والنساء نساء. ولو ان راه نازله في القران صوره النساء. فاش بغيتي ما يكونوش مساويين؟ هو الراجل خاصه تبقى ليه حكامته. اييه خاصه تبقى عنده العصمه. اييه خاصو يبقى واقف على الصح. اييه خاصو يضبطها. اييه خاصو يكون الراجل بحال الراجل ديال شويه بكري. كان الا قال كلمته كتكون مفروضه. دابا ما بقاتش بزاف هاد القضيه. ميم سي دابا الرجاله ولا مغلوبين شويه من ناحيه الحقوق. من ناحيه الحقوق. من ناحيه هادو هما المغاربه ما عمرهم ما يتغلبوا الحمد لله. راه ديما المغربي عنده شخصيته قويه في الداخل ديال الدار ديالو واخا طير المراه واخا تنزل. وهذا ما غنقول لك انا خويا باغابوغ لهادشي. كنشوفوا نهايه المباراه ما بين الفريق الاسباني والمغربي. دابا كنتظروا الاشواط الاضافيه ان شاء الله. ان شاء الله. شنو هي الارتسامات ديالك في الاشواط الاضافيه ان شاء الله؟ جيسبيغ انا بانه المغاربه يكونوا في المستوى ويعطينا الركراكي شي حاجه اللي غتركركهم. عاوديها عاوديها. قلت لك على الله نكونوا في المستوى ويعطينا الركراكي شي حاجه اللي غتركركهم. شايل لها الركراكه. ماشي شايل لها الركراكه، شايل لها المغاربه. اه. لان المغرب راه باقي راه ماشي زعما راه اكبر دوله عربيه اللي باقيين فيها الرجال الشداد. واخا نسولك واحد السؤال اخر، بزاف الناس كيجبدوا قضيه لافوكا الركراكي هذا، انت ضد القضيه هذه ديال سي با سي با سي با بيان ما خاصهاش تكون. هو تتعيب بالخالق ولا في المخلوق. كانوا يديروا تمثال ديال 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 لافوكا. لا لا جو جو ما تفكرش هذه الكلمه انا كونتخ. هذاك الانسان كتعيب في الخالق ولا في المخلوق. الركراكي راس لافوكا. استنى ما خصهمش يديروا. انا بعدا كاين عجبني. عجبني. اييه. يعني ما كيتقلقش. استنى وكيعرف اش كيهضر. شي ملي كيكون الراجل واقف على الصح ما واقفش على الصابون. اييه. كيعرف بان هو راه كيعرف اش كيدير. صافي هادشي ما غنقول لك انا. حنا كنا خايفين من الاشواط الاضافيه، حنا طحنا فيهم زعما نقدروا نجموهم ولا نتسناو الضربه الترجيح. هو اللي زيدنا الاشواط الاضافيه ان شاء الله غيربحوهم الا بغى الله. اييه. اي والا ما كانت نزيدوا البيلانتيات. المهم المغاربه يتقاتلوا الى اخر نفس. اش تقولي لنا على الفريق الوطني اللي ما كناش كنشاهدوه في الايامات الماضيه والان كوننا فريق مستوى ليشرف العالم العربي والافريقي والاوروبي. وهذا الشيء راه ماشي شرف العالم، راه المغاربه تبارك الله وصلع بهاد الشباب اللي طلعوا، راه تبارك الله كيعطيو. واش كنتي كتشوفي بحال هذا الفريق الماضي؟ واش غنقول لك؟ انا ما غنقدرش نخسر لشي واحد. لا من ناحيه الاداء والفرجه. لا التاكتيك واعر. ما كاينه دابا الفرجه وكاين التاكتيك، ملي كيكون التاكتيك وكيكون لونترينور واعر. يعني راه غادي يعطي ودازو دي زونترينور اللي كانوا هنا في المغرب يمكن ما توافقوش. ما كانش فاريه، كان فاريه واعر حتى هو. والانسان دابا الركراكي ولدنا ولد بلادنا يعني راه كيتقاتل باش يخرج، وحنا نتمنوا الله سبحانه وتعالى جل في علاه باش ان شاء الله يربحوا المغاربه. شكرا. ويربحوا العرب والافارقه والعالم العربي يفرح ان شاء الله، وتطلع الرايه ديال المغرب ترفرف في العلالي في قطر. شكرا ان شاء الله. والله ينصر سيدنا خويا. الله ينصر.